علم على غد عادل في مسلسل حالة خاصة فأحرجته قدام الناس، اتدرب مع كوتش تمثيل وقابل مصابين متلازمة أسبرجر علشان يعمل دور طيف التوحد. أسرار تألق طه الدسوقي واللي خليته يتصدر الترند ويكون نمبر وان، وهي النمرة اللي عملها معاه الفنان أحمد أمين، وإزاي قدر يجسد واقع المجتمع كده. والأول مرة هتعرفوا إيه المشاكل اللي قابلها المسلسل ده، خليكم معايا في الفيديو ده وانا اقول لكم كل التفاصيل. مسلسل حالة خاصة اتعرض منه حلقتين وكل الناس بتتكلم عن طه الدسوقي واللي شكل السنة الجديدة وشها حلو عليه، بقى بطل علشان جسد معاناة مصابين كتير. لكن ده ما جاش بالسهولة دي زي ما ممكن ناس كتير تفتكر. تخيلوا لما يظهر ممثل على الشاشة مش عارف يعمل تواصل بصري مع اللي حواليه، وملامحه الجسدية زي مصابين متلازمة أسبرجر، فعلا هيكون عملي. نادين في مسلسل حالة خاصة طموحه في الحياة يبقى محامي، بس هو بيعاني من طيف التوحد. طه دسوقي قال لك أجرب حاجة جديدة فيها بدل الكوميدي اللي بعملها كل مسلسل، جسمه لايق على الدور فقال لك يلا بينا قابل حالات طيف التوحد أو متلازمة أسبرجر في جمعية الأوتيزما. وساعدته مديرة الجمعية داليا سليمان، قابل كمان واحد اسمه عبدالله أشرف وده كان زي المرشد بالنسبة لي، اداله معلومات كتير جدا علشان يذاكرها واتمرن على ايه كوتش تمثيل اسمه نادين برضو. أصل طه زي ناس كتير ما تعرفش حاجة عن التوحد. أحمد أمين عمل نمرة حلوة مع طه دسوقي وطلع معاه ضيف شرف وهيكون سبب في انه يكسب المليون جنيه، يعني ده عمل دور جورج قرداحي في برنامجه اللي كلنا عارفينه. بس تخيلوا بعد كل المجهود ده تيجي غادة عادل وتحرجه بالشكل ده ويبقى شكله مش ولا بد، وشوية كان هيعيط. نديم راح يقدم في مكتب محاماة علشان يحقق حلمه، عمل اللي عليه في الانترفيو وفي الاخر قالوا له انت دفعة 2016 احنا عاوزين الدفعة اللي قبلك، مش يسيبهم هم خسرانين، لا ده افتكر امه وهي تعبهنا كان لسه عيل صغير، قالت له مش عاوزة اكون خايفة عليك من بعدي، عاوزاك تبقى ناجح. قال لها ضربيني معاكم بس، رد فعل أكبر محامية في مصر انت كده بتضيع وقتك، انت شكلك ما قريتش الإعلان كويس. أول مرة أشوف حد عامل دور اضطراب طيف التوحد والأداء العالي اللي كان بيتسمى متلازمة أسبرجر بالشطارة دي. طه دسوقي مذاكر وفاهم ومش بيعمل أي حركة وخلاص، برافو جدا، وأتمنى المسلسل يكمل بالأداء الجميل ده حقيقي. ربنا يوفقنا ويجعلنا السبب في تأهيلهم ومساعدتهم ومساعدة أهليهم. ده جزء من ردود الفعل على مسلسل حالة خاصة واللي حاجز مجانه في قلوب الجمهور. المسلسل رغم النجاح اللي حققه في بداية عرضه في برضه مشاكل، يعني اختيار طه الدسوقي للمسلسل لا وللدور ده ممتاز علشان الملامح الجسدية فعلا بتشبه معظم الأسبرجر، نظرة العين ممتازة جدا، عارف يمثلها صح، بس ناقصه النظرة الجانبية أو نظرة الفراغة، حركة الجسد ناقصة كتير والموضوع كان سهل يتقنه لو قعد مع أي حد عنده متلازمة أسبرجر. عندنا من المشهورين في مصر زي أيمن صبور والأجانب في منهم كتير، الدور هو عيل صغير مش مظبوط علشان الاضطرابات في الطفولة بتبقى أعرف من كده كتير. الجمهور بيتمنى الحلقات الجاية يتعمقوا في مشاكل أكتر من كده بتواجه مصابين طيف التوحد، وزي ما بيمثلوا نموذج التوحد عالي الأداء أو الأسبرجر يجيبوا نماذج المنخفض الأداء ويجيبوا جانب المشاكل الصحية والنفسية والمادية. بس رغم كل ده محدش هيستوعب اليوم بيعدي ازاي مع حجم الصعوبات اللي بيقابلها الأهالي مع ولادهم المصابين، ربنا يهونها عليهم يا رب. وإيه توقعاتكم للمسلسل في الحلقات الجاية؟ شاركوني رأيكم في التعليقات.